يقع الكلام أخواني الأعزاء تحت عنوان الأدب الإلهي. أخواني الأعزاء، الذي يقف عند هذه العبارة إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يصل إلى نتيجة بأن التأديب الإلهي على نحوين. النحو الأول إخواني أن يكون من دون عقوبة، وأما النحو الثاني يكون بعقوبة. والنحو الثاني إخواني الأعزاء يكون في حق الظالم. عموما إخواني الأعزاء، الإمام يطلب الأدب من دون عقوبة، وهذا الأدب إخواني له مظاهر، ومن ضمن هذه المظاهر أذكر 5 مظاهر. الأمر الأول إخواني الأعزاء بالإلهام. أحيانا إخواني الأعزاء الإنسان وهو بالسيارة تأتي إليه فكرة من قبيل اليوم ليش أنا ما أصلي بالمسجد، هذا نسميه إلهام، وهذا الإلهام إخواني توفيق. وأحيانا يكون الإلهام يقظة من الغفلة، أحيانا يكون الإنسان منغمس في الذنب يسمع قصة أو يذهب إلى مجلس يفكر إلى متى وأنا على هذه الحال، يغير حياته من معصية إلى إقبال على الله عز وجل.